انا بعمل ايه؟ جايب عندي لتر لبن وسايب الاول اللبن يغلي قدام عينيا. اول ما يغلي هبدا هسقط جواه قرع العسل وهوطي النار خالص واسيبه يستوي قرع العسل في قلب الحليب. تركيبه جديده، وبعد كده هنصفي الكلام ده نعمل منه بشاميل. تركيبه كده ان شاء الله تعجب حضراتكم، ولكن بس عايز قبل ما ابدا اي حاجه اسقط قرع العسل عشان يعني ايه اتجنب ان اللبن يفور او ان انا يعني اسهى عليه يعني بالبلدي كده. هو خلاص فاضل له اقل من ثانيه زي ما حضراتكم شايفين. خلاص بص هي بس يعني انا عارف ان هو هيضحك عليا، اول ما همشي هيروح فاير ومبوظ الدنيا اهو. طيب ارجع تاني لقرع العسل عشان بس ايه ده اهم شيء زي ما اتفقنا، الواحد لو سابه يعني ايه قلقان انا شويه اهو. خلاص انا لا اخاف اخاف ليه؟ لان انا عارف انت عندك تفاصيل الله يكون في عونك في الكنترول كتير، فانت النهارده معينه حد ها. طيب القرع العسل بقى اللي انا دايما بعمله مع حضراتكم بنحط شويه لبن ولا ميه ولا اي شيء، هو بيجيب ميته مع نفسه. التركيبه النهارده يا فندم، لا ما انا ما تخافش، فالتركيبه بتاعت النهارده انا مصغر جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين القطعه عامله ازاي. اول ما اللبن يفور كده بص يا ابراهيم ارفع من على النار بقى، بص اهو اهو تمام كده اهو، بص اللبن ايوه 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 نرفع من على النار خالص كده اهو، بص كده يا باشا اهو زي ما احنا كده نهدى شويه ايوه، انزل بقى شويه كده تحت تاني ونروح عاملين ايه منزلين بيه القرع العسلي المتقطع مكعبات صغيره اهو، شايف المنظر. ونجيب على اقل الدرجات، انا كنت عامل على 9 عشان بغلي اللبن كويس، هخليه مثلا على 3 اهو، ونسيب الكلام ده كله يعيش مع نفسه وايه يكمل تسويته. هديله ايه بقى وانا بس بسلقه مع اللبن؟ هديله عندي فانيليا، هديله عندي حبه السكر بتوعي، حابب احط سكر حابب مش حابب ممكن احط عسل، ولكن انا همشي النهارده حبه عسل منه فيه اللي هو العسل يطلع معايا هعمل منه بشاميل، ولكن هيضيف له عندي برده كام معلقه سكر كده في المعقول 5 مثلا كده كويس. ليه 5؟ هو الطبيعي اني بحط على الكيلو نص كيلو او 700 جرام ده الطبيعي، لكن انا همشيها النهارده يعني ايه نص نص كده، ولو احتجت احط عندي عسل نحل بس انا همشيه قليل. بص كده طريقه جديده وهتعجبكم ان شاء الله، لان بعد ما يستوي ويتسلق وكل حاجه هنصفيه وهناخد اللبن ده هيبقى ربط شويه من القرع العسلي وهنصفيه كويس قوي نعمل منه بقى بشاميل بطريقه ان شاء الله تعجب حضراتكم وسهله. طيب ده كده خلاص سيبناه ونغطي عليه، ممكن لو حبينا عشان ايه ننسى الامور هنا قرع عسل معمول بطريقه جديده جدا، هو خلاص استوى هنصفيه مع حضراتكم حالا دلوقتي، واتفقنا النهارده نعمله بطريقه جديده فنسلقه في الحليب بطريقه تكون بالتدريج شويه. الاول بنسيب اللبن ياخد غلوه، بعد ما بيغلي بنطلعه شويه على جنب يهدى شويه، وننزل عندنا بقرع العسل مقطع مكعبات صغيره جدا هوري حضراتكم. بص اهو بص التقطيع عامله ازاي صغيره جدا عشان يستوي معايا بسرعه، وحطينا كمان كيس فانيليا، وممكن لو حابين ندعم باي حاجه سكر عسل اي حاجه نفسنا فيها ما عندناش مشاكل خالص. بعد كده بنرفعه من على النار وننزل على طول بسم الله الرحمن الرحيم في المصفى، ربنا يستر الازازه دي ما تتكسرش. كده اهو ماشي، وبسرعه نعمل كده اهو، ننزل تاني على الحله ماشي الكلام، ونجيب الكلام ده كله هنضربه في الهاند بلندر مع بعض على طول عشان يتفرم شويه، ونعمل له كمان الصوص بتاعه من نفس الحليب ده اهو. بص كده يا استاذي شكرا، وبكده يكون خلاص خلص ده. ونيجي الناحيه الثانيه نبدا نعمل ايه بقى؟ سيب ده على جنب، هنجيب عندنا حله نحط فيها اللبن اللي احنا عايزين نستخدمه في البشاميل اللي هو نازل من قرع العسل. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، على ما اعتقد الكميه دي معقوله ما نزودش لتر يعني بالويم عشان على قد بس كميه البشاميل اللي انا هشتغل بيها. انا هشتغل عندي بالخلطه بتاعت البشاميل بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم اللبن كده كده دافي فما نقلقش، نجيب بس عندنا مضرب الاول وننزل عندنا في الخلطه بتاعت البشاميل نقلب، هيربط على طول في اقل من دقايق، وكده يكون عندي البشاميل بتاع قرع العسل اللي هو نازل من اللبن
بتاع سلق القرع العسل بتاعنا، وهبدا اقل من دقيقه. بص كده يا ابراهيم عامل ازاي، على ما اقلب بس امسح الحاجات اللي واقعه. كان في علبه مناديل هنا راحت فين؟ ماشي اهو، شايف البشاميل بقى عامل ازاي. اقلب بس على السريع عشان ما يخرجش مننا. هناك شو اوكي شفتها، سيبه ثانيه كده. وعايز بقى اضيف عندي حبه قشطه ماشي، حبه عسل نحل تاني برضو ماشي، يعني هنشوف حالا. هدير هانم، الو صباح الفل يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا هدير. صباح الفل، ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا فندم، الحمد لله كله بخير، ربنا يخليك. تسلم ايدك على الحاجات الجديده اللي بنشوفها غير عندك بصراحه. ربنا يخليك يا فندم، كلك ذوق والله، تسلمي. ممكن بقى تقول لنا طريقه الرز المعمر؟ انا بعمله بيطلع على الوش كده ليه؟ بيطلع ايه يا فندم؟ ناشف شويه. بيطلع ناشف شويه، حاضر يا فندم. نقول على طريقه حلوه برده ولطيفه، حاضر يا فندم. ايه تاني؟ ولا حاجه. اختي عايز اسلم عليك وتسالك على رز بالبسطرمه. الدهان يا فندم، الدهان يا فندم. الو الو ايوه، صباح الفل يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا بيكي. تسلم ايدك، الله يخليك يا فندم، كلك ذوق، ربنا يخليكي. ربنا يخليك. تحت امرك. انا بس بقى بعمل رز بسمتي. وعايزه طريقه حلوه ليه بقى؟ عينيا، عايزه رز بسمتي مثلا بايه يا فندم؟ بمكسرات؟ بالخلطه؟ ممكن بالخلطه. حاضر يا فندم، حاضر. حاجه ثانيه؟ لا مش تحت امرك، امر يا فندم، اتفضل يا فندم، شكرا لذوقك. معلقه قشطه ومعلقه عسل نحل، دلع بقى الدنيا شويه. شوف شوف بقى الطعم بتاع قرع العسل ده عامل ازاي. اقلب معلقه القشطه في الاواخر اهو كده اهو، شايف البشاميل بقى عامل ازاي. واجي هروح اعمل حركه برده حلوه كده، جايب عندي المكسرات حلو، وفارشها عندي في وش قرع العسل بتاعي. اي مكسرات عند ناس، بيب بقى جوز هند، فستق، ايا كان. واجيب عندي البشاميل وابدا اقفل. بسم الله، شوف المنظر عامل ازاي. شكرا. واوديه على فين؟ على الفرن، ياخد لون حلو من السلمندر. وبعد كده ممكن بقى بعد ما يطلع يبرد شويه. بص المنظر عامل ازاي يا ابراهيم، شايف اهو، ده يخش بقى الفرن مع نفسه، ياخد اللون اللي احنا عايزينه. وبعد كده بقى عايزين نحط ايس كريم لما يبرد، ماشي، مش عايزين برده ماشي. ونسيب بس ايه اللي فوق، نديله 7 دقائق ولا بتاع، ونشوف هيبقى عامل ازاي. قرع العسل زي ما حضراتكم شايفين، والله هو خلاص خد لون مش اكتر من كده. انا ما عملتش فيه اي شيء خالص غير اللي احنا حطينا كل الخليط زي ما حضراتكم شفتوا، والمكسرات تحت كمان ما عرفتش احطها على الوش عشان ما تتحمرش بسرعه من الفرن. وخدت اللون اللطيف ده من على السلمندر او من على الشبكه، اداني في الاخر النتيجه دي. عندي ايس كريم معايا زي ما حضراتكم شايفين، بص البوله دي مش عايز ابوظ الشكل واحط ايس كريم، هخليها زي ما هي كده. يعني حبينا نزود نزود، ما حبيناش انا شايف ان برده الامور تمام. نطلع بيها على المائده على طول كده اهو، ونحط كمان معاه الايس كريم. ولو هنحط الايس كريم نسيبه شويه لما يبرد، مش الايس كريم، القرع العسل يعني. تمام.